يوسف، معاكي ولا عليكي؟ وبتشوفيه ازاي من وجهة نظرك؟ لا خالد يوسف لا معايا ولا عليا بصراحة. يعني ممكن زمان زمان قوي كان في موقف حصل، بس هو حمقي شوية في ردود أفعاله. يعني فاكرة كان في فيلم هو كان إيه اللي ساعتها عملته فنانة لبنانية كده جميلة اسمها دولي شاهين، كان اسمه إيه الفيلم ده؟ ويجا كان ويجا؟ ويجا المهم هو كان عايزني بالدور بتاع دولي شاهين، وفاكرة كويس قوي ساعتها كنت في بدور دولي المكتب، شاهين. رحت المكتب وكان في هاني سلامة وقعد بيحاول يقنعني بالدور، وانا ساعتها بقى ايه كتكوته يعني، لا ليه ما افهمش اي حاجه في الدنيا يعني. المهم عايز يقنعني بالدور، وانا ساعتها كان عندي بقى التمسك الفظيع ان انا مش هقدر اعمل مشاهد القبلات والحاجات دي اللي في المشاهد الفيلم، الجريئة اللي كانت في الفيلم. سميها زي ما تسميها جريئه ولا وات ايفر ات از، المشاهد دي انا مش هقدر. قلت له انا يا استاذ خالد مش هقدر. فبعدين فضل يعني فتره انت طويله، كنتي اختيار قبل دولي شاهين اصلا، ايوه وكان ايوه مقتنع بيكي وعايزك انت تعملي الدور وقاعد بيقنعك. ايوه حصل في كان المكتب بيقنعك بيقول لك ايه؟ بيقول لي اللي هو انت كده مش فنانه، انت كده بطلوا الطريقه دي، انتوا اللي بوظتوا الفن، طريقه تفكيركم دي. زمان الفنانات ما كانوش بيفكروا كده، ما هم برضو زمان محترمين. هو ليه وجهه نظر برضو تحترم، له وجهه نظر تحترم، بس انا ما عنديش الجراه الكافيه ان انا اعمل شكل المشاهد دي. وكنت بقول له كده لحد ما في الاخر حطيني قلت له بعد اذنك طب انا هروح البيت اسال امي، عشان حسيت نفسي انا بقى دخلت في كورنر. المهم عشان تو كات ذا ستوري شورت، اعتذرت قلت له يا فندم انا مش هقدر اعمل الدور ده. بس زعل طبعا ايه وهزقني، اكتر حاجه كانت مضايقاكي في المشاهد؟ مش هعرف اعملها، انا مش عارف ايه اعمل اكتر حاجه مشاهد مضايقاكي؟ قبلات ولا القبلات. مشاهد بيسموها ايه ساخنه، مشاهد ساخنه ما كنتش قادره تعمليها. لا عادي يعني، في بيقدر يعملها، وهذا لا ما يعني بيعيبش حد، احنا ما لا بنعيبش يعيب حد. حد بالظبط كده. مش عايزين نفضل كل لا لا شويه لا لا نتكلم في لا الحته لا دي، لا زعلوا احنا ما فعلا. بنعيبش لا حد، احنا بالظبط، انا بنتكلم ان جامد، انت ما تقدريش تعملي الادوار، لا في حد قلتلك ما يقدر في عنديش حد ما يقدرش، الجرأه ان انا ما عندكيش اعملها. الجراءه دي. اما فبس رجعتي له بقى وقلتي بعد له، كده ناس صحافه كتير عرفت، رجعتي له وقلتي له والدتي ما وافقتش، اتهزقت قال لك ايه بقى؟ اتهزقت، اللي هو يعني يعني مش ديسابوينتد مي، بس اللي هو ما انتوا اللي مبوظين الفن، اللي هو يعني بما معناه قال كده لك ان انتوا اللي من الاخر زيك، كده انتوا اللي مبوظين شغلانه. اللي زيك اللي مبوظ الشغلانه. وعنده وجهة نظر برضه، هو شايف الفن بشكل وانا برضه شايفاه بنفس الشكل اللي هو شايفه. بس زي ما قلت لك، هو بس الفرق الوحيد ان هو عدم وجود الجرأة مش اكتر ولا اقل. فتهزقت، وبعدين هزيك قوي الصحافة والله يعني صدقيني ما فاكرة قوي يا التفاصيل، ما بلاش نقف عند الحتة دي. حتى لو هو عايزين ستي نسميها تهزيئة أبوية، تهزيئة من حرقته على كان يمكن على مقتنع بيكي رغبته قوي إن أنا كده، أعمل كان الدور. مقتنع بيكي قوي كده في الدور. يعني أكيد كان مقتنع، أمال هيجيبني ليه لو هو مش مقتنع بيا؟ أكيد كان مقتنع. فبس الصحافة عرفت، حد تاني حاول يقنعك غيره ساعتها؟ غير المخرج خالد ساعتها يوسف؟ كان هاني قاعد واستاذ خالد، الاثنين كانوا قاعدين. هاني سلامه حاول يقنعك؟ اكيد طبعا هيحاول يقنعني، مش فيلمه، هو بيعمل المشاهد دي، ما اكيد عايز يقنعني طبعا. ولما يشوف المخرج مقتنع بيكي كفنانه، وهيبقى هو كمان بصراحه هاني من الفنانين اللطاف جدا 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 جدا، وانا اتعاملت معاه في طاقه نور بجد، بيسفول جدا وهادي جدا ونسمه بجد، نسمة يعني. لما اتعرض الفيلم ندمتي على الدور ولا قلتي لا ما كنتش هقدر لا اعمله؟ ما كنتش هقدر، ما كنتيش هتقدر. فطبعا انتشرت في الصحافة والناس عرفت ان انا كنت مرشحة، لان انا حتى انا كمان اتكلمت وقلت ان انا كنت هعمل الفيلم. فاهمة ازاي؟ ما هو مش سر يعني. بالظبط، مش سر. هزقني بقى، كلمني مكالمة بقى، اداني على دماغي جامد. قال لي انت بما معناه ان انت عايزه تاسوسييت يور نيم بي، ان انت تربطي عايزه اسمك تربطي بيه، اسمك بيا، تربطي اسمك وعايزه بيه، تشهري نفسك، وعايزه مش عارفه ايه، وانت ما تجيبيش اسمي تاني على لسانك، وما تتكلميش عني تاني خالص، يعني من هذا القبيل. فاهمه قصدي ايه؟ وبس خدت الكلام وسكت، وما مش فاكره حتى ساعتها رياكشن مع بتاعي كان انه عامل مش ازاي. عيب يعني، مش عيب ان انت هو حاجه ممكن عاديه يعني، فاش حاجه. قال انا كل ما بفتح مجله ولا بفتح، ساعتها كان في مجلات كمان، ما اعرفش حتى ساعتها انا دافعت عن نفسي ولا كان ايه رده فعلي، مش عايزه فعلا اقول كلام انا مش فاكره. بس هو ده كان المورال بتاع الانسيدنت نفسه وبس. طيب